بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، تاريخ نولد كيغو وحي أوقيب سنتهاي كينيا يا صوماليا يا إثيوبيا انتبه لما انتود مد بوقت بنكون نولا وحنا وانكبرتي تعلمت أساسي جاء صوماليا انكبرتي قرآنك الكريم كا وحن كبرتي إثيوبيا كينيا معاهد شرعيا كجبحي كدبنا وحن وجد بي ودنك السعودية مجرد مدينة جامعة الإسلامية كسوق الانشبيهي مركي أهيد كون سجال بغل سجاشن إيوه سدحدي الحين تكدم بي كينيا كوسو نغضي مجرد نيروبي هل كاسو إلى هذا الجسو قاعد تقريبا نكون نولا إن أنا السفر آدم ويان إيش أصلا أبننا لكن هو حاب بدن سفر تيدا أو دي بدها الصومالي دا قربها تشيرس أما أفريقيا أما يوروب أما إلى كندا أستراليا دول الكاسور ده نوان مرمرة لكن مقر كيجي حرون تيدا وان هذا مجال ده نيروبي واي جزاك الله شيخ الشيخ محمد مرك علوم تها علوم تشريعية واحدة والسعودي قوم بتكون بلودين بس عندها علوم تها أساسية عش دروس تها أساسية دقيقة نسينا ويبربر سعودي إن الكتب تها دقيقة تو يمرك يدين مايا السعودي قا لما يستروم به هذا هر كم عدد بنو تجي لكن أنت كله علوم تها أساسية وحن كبرت شيء وده ما ده صدق هذا هذا الشيء صدق دوان وحن كقاتي oo meelana xalaqaadka masajida iyo culimada akhriyaan baan ka dhageystay meela qaar koodna iskuulaan ka galay oo iskuuladan caadiga ah baan galay macallin baan noqday xitaa markii macallin iskuul baan noqday markii dambana macad sharciyan ka baxay oo culumtii xalaqaadka macadka sharcigan maray suuudiga dhameystirun buu ahaa laakiin inta kale waxaan ku qaatay uun saddexda wadan ayaan ku qaatay جزاك الله خير شيخ محمد مدام الدلك السعودي تكتا يا مات حرير في عنا لا يدود وحنا كسوا برتاي كل علم الدين في ربنا حرير بعد الله تاي مركا وحنا شعلان لهن علم هذا انت بدنا حرير كلا لا تاي دينا هذه الشيء رات كشيء كيستان مسائل كاجتهادات كي يوحي لم ذا متشران هدي شران يا كم ذا بسم الله الرحمن الرحيم انت عن كل شيء ما عدت شوقي اما السعودي عن شوقي طبعا علم في ربنا وقتی گاز نولا علم داره این کم میده، آن سیتو صحوه فایده است و اچرین. علم دی چه معدن نور دیگری، آن هد که حسی کره. شیخ عبدالمحسن عباد و شیخ نوآها. مساج که حرم کن و حکم آخر سنچرینی. فصل که چه معدن ماد نقل های نو آخرین چری، هدنا و نولی های. وحكم إذا نكلوا لي لهذا الشعب دل الغنيمان وسجنا أن عالمه عانها سجنا وحمنك قاضني وحكم إذا الشيخ محمد مختار شنقيطي وسجنا أن عانا وسجنا مساجد كنا وآخرين شري ودروس كقاضني عطية صالح من اللي هذا كم إذا ها أن عالمه هايو إلهي ونحر استرد انتي ومساجد كسجنا دروس وآخرين شري الشيخ ابن باز علي رحمه الله دروس دي استقر كم اذا حاضر لكن ما بنين الشيخ ابن عثيمين سيده كله محاضرات كيسيه دروس استقر بن حاضري لكن ما بنين مركا علماء داس وعلماء دي وحكا قادني يرق بدن ودكاتره دي ادو فر بدن وهذا دي داء بنقضي ان مركا صوب تخرجون جامعه دك صوب حي كدب اون كينيا ايميد حرير كيغو ما بدنا ان لا ليهي عالم العربي إنا نمر ونحج تجو أم عمرت تجو هي علماء أركي كرو أركم ويان تسيقوني أنا واحد نهاي مشرة مركا علوم تا مركا دقينا يا علم كشرعي كا ده كل شيء جود بالله وضد دقينا لكن هذا نا دقف تخصصات بع شرة لك لوك كلا تخصص أيه ده كل سوء ده بهذه شر مركا كتب تا الآخر سنة يا وحبي حيسة يا سيجارين أو آخر يعني مركا أدو علمه علماء السجارة هاد كتبته ذا وآخر ذا مقول علماء دي متقدمين تاعي وراها النقدان أما علماء دا عصر جاي مكنول وتشيحوا جاه دي تشير وحدا تاعي كتبته ما هي مك قرآن أما وقت يدي دحاي قرآن هدي أي شرتو
يا كمدة مسجرتها بسم الله الرحمن الرحيم علمته وكل دوانتها هي أما فنونتها شرعة وكل دوانتها هي فنجا حديث كوكلة هذا كتبته صحيحين كأيو سنن كأيو كتبته صعوبه ذا كتبته تقريبا حرير كلا ليه هي قرن دراسي قرن عند مراجعة أيو باريس أيو مويان عن آخرين كتبته عقيدة ذا أنت بذا كتبتي عن قرنجي اللواد إلى قرنجي سدحاد أيمدي السلف كلي ده هذا يا أنت بذا آخرس كي يقو بذا هي قار بذا نواب دراسي تقريبا ويدوبينهين أدي لقي ما دنا ده علماء المعاصرين تها قار بذا نده يقونا مش عمري ugu badan yihiin kutubta Sheikh Muhammad Nasir Din Albani Sheikh Ibn Baz alayhim rahmatullah Sheikh Ibn Uthaymeen oo isagu dhanka aqoontadana runtii caan ku aha iyo taqriirinteeda masaa'isheeda dhanka fiqigana faqih ahaa iyo rag badan kaga horeeyay oo kutub waaweyn oo fiqiga sharxay ama leh ragasa taqriiban aan kutubtooda ayaan u badnahay danka fiqiga akhriskaygu wuxuu badan yahay fiqiga shaaficiga laga soo bilaabo imaamka kitabtiisi umka iyo risaalada iyo ragii ka dambeeyay amardadiisa ahaa sida muzani iyo kutubtii ka dambeysay madaba aan xagga madaabta fiqigana kaasan oo akhrisbadnahay si guud marka la yiraahdo culuumta carabiyada waa culuumti ugu horeysay aan akhristay oo aniga waxaan u maleynayaa taqriiban daadaydu 20 ina gaadhin oo 16 jir meelahaas yaan alifiyaha akhristay waan akhrin jiray markaas waan hor ugu horeeyay laakiin wixii ka dambeeyay taqriiban culuumta carabiyada aad maana isku mashquulin markii jaamacadan ka soo baxay kadib culuumtan kale cilmiga xadiidku takhasuskaygu ahaa oo kuliyatul xadiis baan ka soo baxay laakiin markaan soo baxay kadib baahidu dadweynuhu waxay u badatay xagga fiqiga markaan soo takharujay kadib takhasus ahaan waxaan aad ugu dhawaaday fiqiga iyo masaa'ishiisa maadaama baahida mujtamacu ay dhanka u badatay laakiin warkii jaamacadda takhasuskaygu xadiidku ahaa oo kuliyatul xadiis baan markaa ka soo qalin jabiyay jazakallahu khair sheekh maxamed dhinaca dhalinyarada markii noo nimaadno markii dhalinyaradu ay kutubta baranayaan ama markay ay cilmiba baranayaan si guud imika dhalinyaradu markay jaamacadaha ku jiraan oo kale inta badan kuliyadaha dee dadka mas-uulka ka ah ee hormoodka ka ah inta badan towjiihiya oo dhalinyarada dhinac ku jiyeeya laakiin markay dhalinyartu kutubo ay masaajidada ku akhrisanayaan intaasoo masaajid ama intaasoo sheekho kala duwan ay akhrisanayaan inta faraha badan le waxay u baahan yihiin cid ay ku daydaan oo sida cilmiga loo raadsado cid cilmi hufansan loo helo marka dhalinyarada noocaas oo kale ee cilmiga baranaysa iyaga maxaad kula talin lahayd inay sida inay sii sameeyaan cilmiga u raadsadaan ayaad iyaga kula talin lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim cilmiga talabkiisa marka ardaygu baranayo waa cilmiga shariicada laba qaybood baa loo qaybiyaa qayb waxa la yidhaahdaa culuumta wasaa'ilka ama aala la yidhaahdaa waa jaranjaradii lagu gaari lahaa qaybta labaad oo ah culuumta loo yaqaano culuumul maqaasidka ama ghaayaadka la yidhaahdaa culuumul wasaa'ilku marka waxay fura u yihiin kuwa kale kuwaasi marka waxaa kow ka ah culuumta carabiyada inuu ardaygu ku bilaabo naxwada iyo sarfiga khaasatan maadaama dee kutubtii qur-aanka iyo sunnada iyo kutubtii culumta shariicada dhammaantood carabiga ku qoran yihiin marka waa inaad luqaddii horta ka bilowdo luqaddii fahanta asal ah markaad luqadda fahanta kadib culumta wasaa'ilka waxaa ka mid a iyadana loo baahan yahay ardaygu inuu ku hormaro mustalaxulxadiidka oo kale masalan oo ku kala baraya xadiidka sugan iyo midkan sugnay kadib cilmiga usuul fiqiga la yidhaahdo oo ku kala baraya maxaa daliil maxaan daliil ahayn ku kala baraya sidoo kaleeto aayaddan ama xadiiskan sida ugu saxsan ee aada wax ugala soo bixi karto ama aada wax uga fahmi karto xukum ugala soo bixi karto dariiqii buu ku barayaa isagana waa muhim wey cilmka usuul fiqiga la yidhaahdaa waxaa ka mid a masalan cilmi qawaacid alfiqiga la yidhaahdo oo masaa'il fara badan oo fiqiga kuu ururin kara qawaacid waaweyn weeye culumtaas marka culumul wasaa'il baa waxaa ka mid a usuulu tafsiirka waxa la yidhahda qawaacidda loo maro marka qur-aanka la fasirayo oo kaleeto qaybtaasaa lagu hormaraa qaybta markuu ardaygu ka gudbo marka wuxuu u gudbayaa inuu furihii uu haysto isticmaalo oo markaa tafsiirkii qur-aanka axaadiistii iyo siduu wax ugala soo bixi lahaa fiqhigii yani waxa weye caqiidadii iyo towxiidkii
غايات بأمرك كوالا ده كواس أمرك كو قارية خلاصات كأنت بدن دعوة حكم إذا أوقابك أرضو حور راضي أنا أيقون إن شرنا شر راضي فولين أنت كب بدن يحق سرك سو بلاوي يعني مركز واحد ركز كأرضي قل بعد تنسن وحقر السنة هذا نوح مكيني لأن بيس جيب وان بسنة بيس جيب خلدن مركز إنه أرضي وهالك كب بلاوي تدرج سمايو سترتيبه أوقع على مركز علوم تهضم بغايات كليلة هذا تاسع أورون سيد حلو برتو يعني إنه هلو الشيخ مثلاً إن عالمه التربية ومره البك إرشادية وتوسيو هل كابلو هل كامر هل كاسات سوق عادي هل كاسات كولا ون أيضا وأوبا هي يعني طبعا دي شروطك كلو بدن بحشر لكن طريقة سوق مهم سنها استاذ الله الشيخ محمد إن لبدأ سؤاله دي سكوي قاعدان إسرائيل إن مركز اللي يمادو ميدانك أما ميدانك دتك دعاء دتك دين توجو باقية أما بدتك كلا أنت بدن دتك هاي وده دتك كتل معمان مركز اللي يمادو مرر بدن بقى الأركاء دتك هاي سلوك هاي موجيان أي علماء قارد سلوك يعني وقف كي مركز مين بركة فوشية هاي أما ومساجد كوعك آخرية أما ودتك محاضرة وجرو لغة أركاء موقال نوعة سوق يوم إذا تعامل كمركز سكوي مادنا مرر بدن سكلا لغة أركاء أرنت النوع عصو كلا محا هذه شهر سببه عياد سلاد هاي محا سلوك دوين كرا سيدو كلامك علمي كشرعي قال لك رعد سنيو أما دتك وقتي هذه هرية إمك فرق وين باود حياة وقتي هذه هرية دتك برشة دينتو وأنا يكون نيت كعمل فلك جنوب بطن ومثلا علماء ذو حاجة عبادة ذو أو كلا أما إلهي حرير كلي ليه نوحوك بطن دتك إيه يربى مرك قلوب تود آد وجو قيشرت لكن ما أنت وعد جنوب بدنيا دتك نا آد بيوين جيجين مرك ضفي رزته مرك عيد لفت يا محاسبة بسم الله الرحمن الرحيم مد هوري او كوسابسن دنك سلوك ددك اما دعاده اما علمدا وحجيدينيا او حضراتك اما خطبك اما دروستا متليا مقامك دينته متليا سلوك قال السلوك ياي لو دينع بو كيمان كرا دنكي اقونتين للسلوكو او تا عبت وحوي كيمانيسا دد فربدن اون وحبرنين badruba waxay laacayaan meeshii inay gaar wax jeedin iyo culimnimo inay laacaan way dhacdaa waayor waxa iman jiray ninka markuu ama kutub akhriin rabo ama wax jeedin rabo ijaaza la siin jiray oo shuyuukhdiisa intay miisaan ba waxay dhigi jireen waad gaadhay xilliga wax akhriin lahayd oo akhri hada laakiin waxay iska noqotay fowdo oo de ninkii wuxuu uga yara laqmaystay wuxuu rabaa inuu maartay oo minbarka fuulo danka horta ka iimaaneysa ay aqoontiyo ya wax yaqaan ya wax qoon control ka lumay caalamku hadda midna waxay ku bedeleen in shahaadada la soo qaato oo nik jaamacad buu ka soo baxay PhD buu wataa muxuu ahaay baccalaureus buu wataa tii yada hayna inaga way inaga lunsanta halka marka fowda ka jirta danka kale iyadana dhibku ka jira wax way xaga camal falki oo tan dambeyd hadda tilmaamaysa cilmiga asalaantiisa waxa lagu talagalay cilmigu waa camal الله تبارك وتعالى قرآن كواكوير إنما يخشى الله من عباده العلماء العلم الخشية بالله علم سيدي سواء لك عبس أدوء لك عبس قوائي علمي قو وحيسو بدل يا الشيء مركز إلهي لك قفو قادو وعذاب لقو قلو وإساقلتي سيبا صوابكو قلنا قنكرا إنا يعني وحوي خسارتو مركا إيضنا وظاهرة شرطة وحانا السبب طبعا كل موضع عميميس وضد بضنا وحا شرطي aqoontiina la wanaagsan oo rabaaniyiin oo culima jira laakiin dhahira haddana waxa jirta runtii saluugaas waa jira isagana waxa sabab u abaan isleeyahay taqriiban marar far badan markaad fiiriso dadkii de ahwa far badan baa ku furan zamanka zaman fitna dadkii waxyaalo badan baa jiidanaya muxuu ahaayay tarbiyadii baa luntay oo ardayga markii hore in la soo tarbiyeeyo tarbiyadii baa iska daciif ah waxyaalo badan oo noocaas aya runtii sabab u ah laakiin hadana ma dhalika waxaan isleeyahay markii hore waqtigi hore la fiiriyo iyo hadda marka la isoo fiiriyo Soomaalida 20 sano ka hor ama 15 sano ka hor iyo hadda marka la fiiriyo la iskarab dhigaay isbeddel weyn baa jira oo khayr badan baa jira oo umadu dhinac walba marka la fiiriyo isbeddelku waa gaaray isbeddelkaasi marka wuxuu u baahan yahay in la tayeeyo mas'alada hadda maqani waa tayeyntaas ay marka u baahan tahay in xoog la saaro taa imika tilmaantay sheekh maxamed ay ugu dambeysay ahaydeen dadku waxay qaataan culuumta marka dhiganayaan shahaadooyin bay qaataan ama PhD ama master ama laakiin inta badan culimada Soomaalida marka dadka Soomaalida af Soomaali ku la guudahan
قف وي وي كيرتها أنت بندتك الدكتوراه أما PhD سته علوم ذات تخصص كله مركا ما فوضى ده أصلا بقول عنها شيء قسم مسألة الواحد شرط دتك يجا أنت بندت دالينه أن سمعت ده يفر بدين تا وحنا سلي هاي دتك دال كمان نو دال كو واشرة واجي هرا رغم كأنه وح هان شري نينك دين ترباي إنه مساجد يا حلقاتك وحكا صبرته حلقاتك يا مساجدي يا قابك يا مشيخ خذونا دي شهادة ما لهان شرين قابك يا علماء دي نكسوا بيحي شرين كدي بنا شيخ بو نقون شري كتبتو أخرين شري ومدو دين تأو شيخ شري سيستم كاسا مركا إنو شري شري إنك واقي خوري كدي دين تمركا اللي إله دو ودنك صومالي يا قيبيه سكال قدسين صومالي دو دقنتا هاي وقت دو مويانه كهر جامع عدو إسلامي ويكوية راي ما بتشرين با هذا الحمد لله أي صباح بحين هذا أنا أدب لوردكتا رجع كم عدا هكسب بحي أما ماجستير كم دكتورة دوادات كي أفضل ذاتي إني آدم أي دبدا أبحان أنت هسي نمر كذات ككل الله فيري أما ويري ترى يا ربي كان نقنايا صوب تكلف تمر كواحد كان سكي بنشرين كان سكي بنشرين أي يرى يرى أنت ساكن تمر هذا وحي لقب اللوان إسلام تقريبا ذات ككليات كشرعة اللي كان إياه دراسات كسرة كتيراي أد بهذا أفر بدين. أريد أمرك إسبدل بس عود السنة رجينا إن شاء الله تعالى. إسكيب جبدي برنامج كقيبت إنه نهراء ين كتيرنا لبس سؤالات باي هري. عالم الإسلام مركز ما أنت الله في رصده لبعتوين فر بدين بقى كتاعين. مالك صد عالم الإسلام إيكتو هذه كتير يجد نحدودي باي سايستان متى قال لك نحشيران أما سياسة الله لنا كتيران أما ما بدي كلو هيسكو هايستانه. مركز بل أركت هذا مركز عالم الإسلام إيش صار مرسو. ما حد سلاه ذوي خلديه راح يجي دباتوين كنوع أنا أي سبب يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم دبات هذا كتير تعالم الإسلامي وحاهرت كوكا مستركي أود هذا يحق هذا بيكفوا قاعدين وأه إلهي الدين كيس تبارك وتعالى مسلم كسيدي السبب ما دام هو مسلمي تاريخي دي سحق كيس إسلام كوه ينو دين تلاه كور رقم إلهي نكوحه دمو تي بيكفوا قاعدين ورتو قضبك أساسك صوت مشاكل شهيسة عالم الإسلامي وحكون ليقوا أم الله فضبروا كفوغان شهي كفوغادين مستر كي أود وذا أصل كو أهيد وأه إلهي دين كيس تبارك وتعالى عربت واجي هورا انتو سنتين تسلام كيماني ضد توردران أو قبائل أو أوديه واجع عالم كتري إسكت الشدام بأهيد إسلام كحوجي مركي قبصدين. كذا لدب مركي دينتي لقتها جي دقن كذي حكم كذي إيوه. وحكر ده الشيء وح سنة ربانية أو دتكم مركي دين تودي دقن كذا كتجان. إلهي ده حدوده إسكدرة. حديث النبي بس إذا صلى الله عليه وسلم قرآن كريم كن وقت الماما إيه. ما حرك مركي حكر ده شيء إسخلافان. كلفوجادان يجي إسلايان. يعني إسكو كلسونا ويان. وأفكر دلوقتي وحكر ده شيء إني فضوضاته إني مرك عدو جودي وقع عنقلان وأي نقدان لقمد سيفوض الله اللي قكره يجي لك على تشبيه ميدول مال وكل قبته لك على دحك قاله تاسع كر دلوقتي كده من وحكر دلوقتي إني تبدع عن علميا أقانتي عقوشي واحتقاني إني كعرت وعالم كهكلا أدو لسته أيقونا إنك استوى حقيقة أن السياسة الحمادة كتيرتي أنا ضحمة إنك عرة مركز تخلف إياه دولة لين عوال بقى أيام مركز كرعي ضدون مركز عنك لو كتيرة وعدك لو حصة مين أيام ويجينا كلا شيء ده أيام نقدين كل مركز أسباب تاسي وحصل وآه إلهي مركز يكفوا جدا ومدوا سياسة كرعان مسلمين توا وساس مركز تودي دين تودي إلهي أسر دوادان مدنمو يحل يكلسوني يو هرمر عدو جودة إسكاليان يو بأوصل النقطة. مرك أسباب تحسن إسلامه هي أصله والله أعلم. شيخ محمد إن سؤال شو قدام بيسان كويديني وحوي كل ما أنت دي مجال ده الجسات تعود كل شوكتها وعاد سفر كتير رنتي محاضرات عادوا فرب بدن عاد كقبطي. ما أنت دوجيرته ولا سدح محاضرة مرك دوجيرته غزة جزاك الله خير دوت كنا عاد بيكون الجسريان مرك مرك جور سد الجسات ما دام مسا دور شهر هرنا واتب إنت نيسوم على انشرتبان أيان كارليا. هذه مركي كوجو ريسي تايدت كريس وما لان انت بدنا محاضرات كوجو كشيء بالكور محيالها يقبس دين أركت أصدو أركتو سؤالها وحكور راعي لها الحاجة دمنا وجر راعي سدت كدعاء
maanta saaxadda ka shaqeynayayna waxaad talo siin lahayd? Bismi illahi raxmaan raxiim. Iimaan shahayga Hargeysa waa markii iigu horreysay taariikhdeyda, hadda ka horma imaan. Laakiin waxaan imid Barbara iyo Burco ayaan hadda ka hor ilaa laba goor imid. Qiyaasta runtii aan haystay iyo dalka sidaan hadda ku arkayna farqi weyn baa u dhexeeya. Wadanka horumar baa ka muuqda dhinac walba, tacliin iyo waxbarashaa ka muuqata, oo goob walba waxaa ka muuqda muxuu ahay waxbarasho iyo jaamacada iyo dugsiyo iyo dhinac walba tii diinta ahayd iyo tii kaleba. Waxyaalaha aada ii soo jiitay waxaa ka mid a runtii magaalada marka la fiiriyo shaaricdeeda waxaa ka muuqda wax runtii ruux kastoo khayr jecel uu ku farxo, oo yani asturka iyo xijaabka iyo dhallinyarada maaragtay mutadayiniintii maaragtay waa wax aad kusoo jiidanaya. Masaajidda markaad fiiriso boqolkiiba 80 ka badan waxaa ku jira buuxinaya waa dhallinyaro. Taa waxay tilmaamaysaa mustaqbal wanaagsan inuu runtii dalku leeyahay. Waxaa kaloo aada ii cajabiyey magaalada markaan dhex marmaray inteeda badan waa laami, markaan warsadayna waxaa laygu dhihi laamigan waxaa samaystay dadweyne. Dowlad laami samaysaan naqaanay, laakiin xaafado iyagu laami samaystahay waa wax cajaa'ib ah. Yani dadku inay dowladnimada u bislaadeen oo iyagu dowladnimadii iyo wixii dowladii qaban lahayd qabsanayaan waa heer Soomaali inay soo gaadho runtii aan loogu baahnaa. Waxaa laftu nadar laho aada ii soo jiitay sidoo kale nabadgelyada, oo waxaan arkay lacagihii doolarka ahaa iyo dahabkii iyo wixii jidadka iska yaallo jidadka lala fadhfadhiyo, xataa habeennimo lala fadhiyo, oo wax waardiyey askari waardiyeynaya midna aan lahayn, xataa dukaan maaha banaanka lala fadhiyo. Marka aada baan runtii ula cajabay anigu marka meeshaan ka imid loo fiiriyo, waa wax runtii aada ii soo jiitay buu ka mid yahay. Marka suuradii aan haystay iyo suurada aan ugu imid guud ahaan wadanka aan ku arkay Hargeysa khaasatan imida farqi weyn baa u dhexeeya. Taa horta waa runtii waan ugu hambalyeynayaa shacabka iyo dowladda intaba, waxaana leeyahay insha allahu tacaala la sii xoojiyo, taa unbaa ummadii wax ku gaadha aqoonta iyo nabadgelyada iyo wada jirka iyo wada socodka iyo kalsoonida yacni dowladdii iyo dadkeedii inay wada socdaan. Tan kale iyo culimada iyo ducaadana waxaan dhihi lahaa haddii kaalin muhiima ummadda ugu jiraan waa runtii dhaxalkii ambiyada ama nebiga sal alla slam bay xambaarsan yihiin. Marka in ay ka run sheegaan inay ummadda u adeegaan oo adeeggeedii guudna ka qayb qaataan, tii si gooni ay ugu xilsaaranayn oo diintii iyo faafinteedii iyo barideediina inay daacad ka noqdaan, tusaale fiican oo lagu dayan karo ummadda u noqdaan, ayaga dhexdooda midnimadu ka bilaabato, iyagii ay is uruursadaan, mujtamacii markay arkaan dee wadaadadii oo wada socda mithaal fiican bay u noqonaysa. Laakiin wadaadadii oo iska horjeedo oo cunahayo oo midba midka kale uu dabada haysto markii la arko, dee waxaa laleeyahay qayladii masaajka ka timid muxuu ahay qayladii masaajka xalin lahaa, laakiin haddii masaajka ka timaado yaa xalin wa. Marka waxaan dhihi lahaa inay dadaalaan insha allahu tacaala oo khayrka ku dadaalaan iyo adeega ummadda, wax badanna runtii way hayaan oo waxyaalaha hadda aan ka sheekeynaya inta badan haddee dowr muhim ay ku leeyihiin. Marka iyagana intaasaan dhihi lahaa iyo in ilaahay ka baqaan si ikhlaasana muhiimadooda inay ku gutaan, intaasaan iyagana dhihi lahaa. Wagaag sheekh maxamed jazakalla khayr, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Jazakalla khayr daawadayaal, intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena diinta iyo nolosha toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tegaynaa anigii sheekh maxamed iyo cabdi fataax. Wa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.